الحمد لله ما يحسن السهل ألهم كان في سهل فأسرع بمسل مقاومة ألمه من أحراس ينفكي تعمل سير أربع الرأس المستهل متبسا في الكبر فأسرع بمسل ما فعل من طهر من أحضر الناس مس أنساء بالخبر مرد الحرور سرير كم سرير كرام الخيار سارة القصر خرجته من خلال مات أحد من بفاهشة من تريان الأسر فالكل هم المتال لا سفا حكما حكا سويه الله وسامة السين معمر النبي عبد الله من نسب رسولة الحمد نبي عاصم الرسل وأن عبد الله النقصي وفاتا من كلاب من الرسل أسل غير سبري وأن قحد سبيرا لبعيه وفاتا بخالد من الجفال السنة وأن نعيش من العظم أن تشفى لنظر مجلس مانة أخذ خلال وفاق نظر فسولة من مدرسة سبيل إلياس من مال العمرال وفاق مجلس سواء من معدل سبيل عظماء سر ما فاسس الخلال وذا حبيب الذي من رجله خلقت قلع كل أرض الأملاك والبشر وقسم عواس والأرض خاسفة والبحر والبحر مثل الرجل السجل تعارف الجلاء والمهدر إلها وتلجلالات مثل المطي والحجر نور كل نور سابس بالسماء نور النجوم ونور الشمس والقمر والخلاف الذي من اجله رحمت قرار الله للانسان للنفر والكريم الذي دور عين هوسه رجاء النار عن الكهي بالسراء والكريم الذي دور عين هوسه رجاء النار عن الكهي بالسراء والعليم الذي لا تصبره ركب من دون حرب كل شيء بغري ووسجع الذي لا تبعاته لما اخذله مهل الخير السبري والمهين الذي لا مهانته تفارع له لا في القتل والخلل ووالذي جعله سبيل كلمه تذل صلى لا تبليل مفتري ووالذي فجر الترمه وسكى لو يدعه سكى في دقيق الدار ووالذي ساق تسليق الله خمر يلبس ان له تسليق في خبر ووالذي نجه قلبي وارتغى ملاه كشف ويلبس الخبر ووالذي عفى الدار مع دواه فاستهرى سكينه وقد خاف من زيري لا خف عبد الذي خلاف من خالف لان ذلك احوى كل مفتكي فكيف يندعه خلف مخالفه اجر امتداعا له في مقام الشرور وليس فيه الذي ابغي زراعته عند المنافق ولمس فيه الكبر يوم يفر من الموت يجده فيه وحين من الاقدع بلا السري يوم يفر خليل من مقابله يوم تراوي به النهار بالسعر وخالف اليوم لا يحمد هنا ولا ما ينسوى له لسن لله مفتوح وخالف اليوم لا ينسوى عين قد خلصا توبه لله من سير يوم تقوى وخفى ولسن بكل شيء سهل مع كل شيء نظر يمد به يكسر على عرف في سلك ما عرف في سلك في خبر يمد به يكسر على عرف في طول ما عرف في سلك في سهل يوشي جميع الخسر في بطل تسل جلال في سلك الله في العمر يمد تقول جميع رسول القرآن نفي سهل مستغل مستغل من المدار هل من سلوات الله أفضلها ولا يسر ما دعا السهل سهل سهل على الدكار بالغزان السلام وسلام على السلام وعلى الدرجة رب العالمين بسم الله والفتح الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسيب نسيب أستاذ طيبة بالقلب بالخلب مندوب من منغول الحمد لله رب العالمين على سفر عوادي بلا حمل وأكدي أحيط أهل بثنى حتمة من سلم لا سلطة فسنسا لا أقمال أعلم فالأرضي في الشغل في علم خير البرايا حبيب الخير في الدوري بختمة قد لم يسبق له ولسا حتى كما ليس يمشي خير قصير صلى الله عليه الذي يرضيك في أبد صلى من يسمي أحد أسرائي فالله قد فقدم الفاخر الكرام كما فاخر رسول السريع كل أخير فكل ما شنبل وشنسير في رجل فأنت أولى به من شيء كي قد أتم ذلك بلخاء لسلطان دعوكم بلاه وكل سنده الوالي قد أتم ذلك بلخاء قد أتم ذلك بلخاء قد أتم ذلك العزاء قد أتم ذلك بلخاء لسلطان دعوكم بلاه وكل سنده الوالي قد أتم ذلك العزاء سواء أنهما قد سعر إطنابهم جيزم كل قزاي فعند جانه أستاذ الغبائل والبحر المحيط المد كل مسخال سبحان رب بدون لا سيك له قد أتم خاله حقل وافتال فسلم دوام لبحر أنت فيه له روح وروح ونور بين أخياري أهل المدينة له أهل الجواسي جرى مثل أتوك لسقى بيتك الجاري
كما ذات إناث السامي بعد إناث النساء والكل دعا حدا بالدين المن بأن تواسل في الهرام ترد بهجرية هو كل أطواري دعونا سرقة كل الحارمين الجنار يبن سواء أحمر الأوقات بنهاري لعيد في كسوة تقول إليه إهداء إلى حداري أدواء هبدي من أطواري فمن سنعة جميع الأول يقترفه ومن تهافه لسياسه من أزلاري فسلكنا على كنا سلكنا على ترى فتر الزالة بإسم الله من الباب ما من ولي ولا نسوم ولا نبيه إلا بالفضل أدى كل الأقرار فلم تزال قاسيه من ولا أدب ولم تزال بأسرار الأنواب ولا بزيد ولا حسن ولا كلمة ولا بأي سرور بغن أدراري حد على من بعث يقضيكم ويحجركم وقال إن قال فيكم نحو إنكاري وفعس من حافظ إرضال حبكم وما رمان على من جسم وأيزاري لم يخلص الله بحظ المستفع بشرا على أكرم من سل أكرم التالي عني بهن حبيب الله أحمد من هو الرفيق أرتائبه الزيد هو قديم العظيم المسلم يده أجان من بحظ بل من كل مجرار من شوك فيه مجرار الأنف خد بخري يخرج بخيرا بجور ثم يزاي هو المربي المرق السيد السند النجم الحسن فهو مرجي كل فجاي من يضرب المسار الأعلى بمن خده سرخنا وخربنا في بدهن الأخبار من بسر السنة المسار ترحته تفسير مجي إليه بعد أزهاري يا أيها الأكرم هذا من دين رب كوري سطعي كم من هذه الخيفة إن الجارة أدمح في تكمل هرق أشقني هيس أحرائي إن الحديث إذا أسنى لي مضي دهو أبائي بمسك كامل زوري سجن بما فعلت الله الكريم بلا حد وأسبر علينا وسنى أستوي الدفان والفق أحوارا لذي الحسن ملاك وغير وافاني بأسفاري الحمد لله رب العالمين أحبا أبو وفضلت حقا كل أقراري سوى الصلاة بها حد ولا حرب مع السلام أهلا مختار الأخيار محمد من به وصلت لالة نرران أسفل بلا من وأقراري والعالم سوى ما أتعب النفوس بكم وخرب بن خلق من الظن من أنوار ودي إذا سيد معالي والمسيجات صغر الكرام معها الساطحيات والقديم النهيد جداي أحمد كانت مقاماته أسمى مقاماتي فيقول مرب مرق فايق حال من نور منير كل خيراتي سهم إمام هما من قدوة بصر صار نهيد بأنواه الكمالات بر جواد كريم عابد غرب حيث قياد صبير للكرامات سمس على أفضل الكفان تابعة تضر منير على رسل اعتقادي نجم أبيب أبيب حافظ نبسا سيفا قضان مطير لدي جناتي هو الغلي العليم مرسال هو السر يخيب عن السر يخيب عن أرباب الكفافات هو الجواب الذي أمد مواهبه وسفات كل عفاه الباب فلن يجعل بهم من لا ولا حكم ولن يبارى بجور أو كفاف أسار من سار في سر وفي أعلن أتى به جيد السرنا خير فاباري فأفاق الأكابر في تقرى ومعرفة النار التي من هنال بالإحارات آيات رب الورى أراده وله في كل وقت بها أثناء مناجات وففيه ثرمرا كثير طارسه ومدهن الثوره خير الزريات نعم الخديم الذي كان سجيته سجية المصطفى خير سجيات نعم الخديم الذي كانت معاتمه مقرونة بسبع حاد سجيات نعم الخديم الذي سعت ولايته لما أتى بكرامات نجيجات لا زال يبحث بعض المصطفى رسول كان الخديم رسولا تسيادات اللهم ملته حقا حتى إنه الأخويات حتى الدنيات فصل لنا محفر الإسلام إن لنا من الهناية أركان المدينات من كان بالساحل الحادي وسيرته كان وسيرته أثنى الوسيرات ومن به الله رب لا سخارك وتعاي كرم بأنواه إجابات لا تبقي مع إسلام أهل الغضاء بذلا به إذا كنت من أهل الإرادات به الكريم يضاعف في الكرماء فمن به من رفاته بالخيارات إني أفاجده بين أعوذ به دنيا الأخرى بهوشي كل من ياري يا سيد يا حبيب الله يا رسول يا من به الله أبدا كل آياتي يا خير من أمه وفد أرى سفتي يا خير من يسلت يدي يا سيد الأولياء يغفر أجمعين يا من به الله أهلا بعض أنباتي يا سوف أحمد يا من لا نشير له من يتقبل بشكل شيخ جادي إن أمدعنا فكو تقضي هواء الجنة شفا وبحرا جلاء أثناء مشقاتي من رام مرحوطها أستاذ أجسه وفر حسيني فصر حسيني جلاء تركين لحياتي أنت الجميل الذي إن لها في ملأ أسراب بدر المنير في الجنات أنت المناخ لرب السائلين معه يا خير من أم حقا بالمسجيات أنت الخديم الذي تعلو بشكل في مراتب الفرع أربع بسبب فلا يجاريك من أخراب أحد ولا يجاريك من أجاده تبقى بطي قوما بهدوا الزمن ويستمع خابا أحد الرياضات
وكل مفايق في الشغيم في عالمين يا طيب الخول والأفعال والسود عيد السنة غير سنة التخير وشر مخيي يا بحر الكرامات وصلت لله خد أصبت الله خطا رام الوصول إلى رب البريجان كم من مساجيب خد أسد موجزة تقاب رب الأراضي للسماوات وكل خفايد فاخر كل خايفة مثل الآلي أو إسار مثل الآلي أو إسار جنات فكل بيت لكم أن مثل شيء حدث أهل الفخاهات مع أهل الفخاهات كتبت للناس حقا كل مظلومة وكل لولا فلم ينجو منا وعيد لكنا لنا المنادى ونقدم المسرات فذلك جاهز بالقفران من ملك ان يجور لمن يطلب من يد لولا فلم نحي في شرع وفي علم مواهب الاغنياء كل اهل الفاحات بكم وصلنا من الابرار او النهيا فلم يجدنا لياد من غشيات بكم محيشتنا صار بلا تزل فقط ان المنام خير ديلات أنت المجيب للسباح بحرمته يهدي المريد إلى نيل الرحيبات كائسا خسفات سقط مضطرزا أما جفاك الشيخ المباري وصار دين النبي من نوركم صراعا مطمما خشبة في كل حالات مقر عينك بالأولاد والقرباء والمطمئن معا في كل أوفاد مطورا بكمال الأمن عمركم وتقضي عوائج أحيائي وأوفاد أليس أكبر غير أن الكريم بلا حد ولا حدد في كل الأحساب ما رام مرفوض أقلامي فأعجسها وحال من دوني من الدنيا. Yeah.